نعم، هي في إذا ما نظرنا لها على وجهها فإنها حقيقة زيارة وداعية، كون أن هذه الإدارة هي ستنتهي بعد 20 من شهر يناير المقبل، وبالتالي سيكون السيد بومبيو خارج موقعه كوزير للخارجية. ليس هناك جديدا في أن يذهب وزراء الخارجية لزيارات ولجولات دولية وعالمية في فترة ما بين انتخاب رئيس جديد وتنصيبه، فهذا تعودنا عليه أيام هنري كيسنجر وأيام مادلين أولبرايت وأيام جيم بيكر، فإذا هناك خلفية لذلك. الغريب طبعا أن لا أحد يذهب ويقول أن الخسران في هذه الانتخابات هو الفائز، وهذا بالضبط ما قاله بومبيو الأسبوع الماضي يوم 10 من الشهر الجاري، قال في مؤتمر صحفي أنه سيكون هناك انتقال سلس للدورة الثانية للرئيس ترامب، وهذا طبعا كلام غير صحيح، فهو حقيقة يشوه الحقيقة، وهي وضع محرج، ويضع الدول التي يزورها ويضع نفسه ويضع الإدارة في وضع محرج، خاصة وأن كل الدول السبع التي يزورها بومبيو كلها اعترفت وهنت الرئيس المنتخب بايدن. فإذا هو لديه ربما أهداف عديدة، أهداف من قبل الإدارة، هذا هو البرنامج الترامبي، هو يذهب ليقول لإسرائيل نحن كنا الأقرب لكم في هذه الفترة، أقرب من أي رئاسة أخرى، وهذا صحيح، نحن الذين قمنا بتصفية القضية الفلسطينية من وجهة نظرهم، صحيح. وقمنا بالاعتراف بحقهم بالاستيطان، طرحنا صفقة القرن التي من شأنها أن تجهز على القضية الفلسطينية، وأيضا كما ذكر الزميل في رام الله هناك دواعي شخصية للسيد بومبيو، فهو يريد أن يطلق ربما حملته الانتخابية لعام 2024، وأنا أعرف أنه يطمح بذلك، فهو يخاطب القاعدة الإنجيلية التبشيرية، وهي القاعدة القوية التي تؤيد الاستيطان وتدعم نتنياهو وتدعم اليمين في إسرائيل، فهو يخاطب هذه القاعدة كي ينطلق منها. إذن كل هذه الأهداف، وأيضا يريد أن يثبت مرة تلو الأخرى أن هم من قاموا بعملية تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل، وهذا ما فعله اليوم في مؤتمر صحفي. صحيح. وفي تقديره هو يريد أن يحصل على المكاسب من السياسة الخارجية للولايات المتحدة عبر خلال إدارة أوباما، لكن معذرة، خلال بالنسبة إدارة للتعاطي ترامب. مع